حياكم الله مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية. تقرر المحكمة العليا الإسرائيلية طرد مدير منظمة هيومان رايتس ووتش بتهمة دعم حركة المقاطعة البي دي اس لإسرائيل. لماذا تمنع الأخيرة مدير منظمة حقوقية من التواجد على أراضيها؟ أليست دولة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان؟ هل وصلت مواجهة إسرائيل حركات المقاطعة بطرد من يدعموها من منظمات حقوقية؟ ألم تكرر إسرائيل سيناريو دول غير ديمقراطية تلاحق فيها المنظمات الحقوقية؟ في المقابل، ألا تعتبر حركة البي دي اس أحد أبرز الحركات المؤثرة على إسرائيل سياسيا واقتصاديا؟ ألم تسن الأخيرة قانون يمنع تواجد من يدعم حركات تقاطع إسرائيل؟ نبدأ المناظرة. حول ذلك انضم لنا في الاستوديو دكتور احمد غنيم القيادي في حركه فتح. مرحبا بك دكتور احمد. ودكتور رؤوفن بيرك الباحث والمحلل السياسي الاسرائيلي، مرحبا دكتور رؤوفن. ماذا يعني هذا الطرد؟ شاهدنا تصريح واضح من قبل مدير هذه المنظمه في اسرائيل والاراضي الفلسطينيه يقول ان سيناريو ما كان يحدث في مصر والصين وكوريا الجنوبيه تكرر هنا معه في اسرائيل. انا لا اقارن بين ما يحصل هنا في اسرائيل دوله ديمقراطيه بكل معنى الكلمه وما يحصل في الدول المجاوره او البعيده. لو تم هيك تصرف في دول عربيه مجاوره لكاد، او حتى في السلطه الفلسطينيه لكاد انسجن، ويعني الله اعلم اذا كان يطلع من السجن ويبعد حتى. ولذلك من حيث المبدا يعني نحن في يعني حاله يعني مثيره للتعجب. هذا الإنسان دخل إلى إسرائيل بإذن من حكومة إسرائيل لمدة سنة، وعندما انتهت سنة مكوثه وتبين أنه كل ما كان يعمل تحت عنوان مزور حقوق الإنسان كان مجرد نشاط سياسي ضد دولة إسرائيل مش من أجل حقوق الإنسان. لو أرادت حركة حقوق الإنسان Human Rights Watch أن تعين أحد بداله لكان من الممكن. ما حدا بيعرض على نشاط حقوق الإنسان، لكن هذه النشاط هذا الإنسان هو نشاط مضاد لدولة إسرائيل لمجرد وجودها، لأنه كل من يقول من البحر إلى النهر فلسطين لازم تتحرر، وكأنه ينادي بإبادة اليهود فيها. نعم. والنقطة الأخيرة، استعان من لحظة انتهاء الفيزا تبعه من حق إسرائيل أن لا تدخله، مثل ما تقوم أمريكا ودول أجنبية. مش كل واحد بده يخش فيها إلى داخل إسرائيل هو حر يعملها، لكن إسرائيل أعطته فرصة، كان استغل السنة اللي منحت له. وعندما أجا دور طلوعي من هون تمسك بالمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، المؤسسات. نعم. اللي هو يقوم أصلا ضدها. هذا يذكرني بإنسان قضى حاجته على. نعم. باب دارك وبدوك على الباب وبده ورقة تواليت. هذا اللي حصل. هذا إنسان استغل مؤسسات حكومة إسرائيل الذي يعمل كل ما في وسعه لإبادتها. طيب دكتور أحمد أنتقل إليك. هو يقول بأن من حق إسرائيل عدم تمديد فترة مكوث هذا الشخص لدوافع سياسية قد تكون. شوف التشبيه الأخير بحق رجل يعمل في مجال حقوق الإنسان تشبيه مشين، لأن هناك قواعد دولية للتعامل مع منظمات حقوق الإنسان، وهذه المنظمات تقطع الحدود حتى في إطار حدود دول ربما تفتقد لأي أسس وعناصر من عناصر حتى مبادئ القانون الأولي حتى الداخلي. وهناك عديد من المدن في الدول في العالم هكذا تصلها منظمات حقوق الإنسان وتكتب تقاريرها. الاحتلال لا يريد أن يسمع العالم أو يرى الحقيقة. هذا الرجل يعني هو يقدم تقارير تفضح السلوك الإسرائيلي وممارسات الإسرائيلية لدولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وذلك لا يروق للاحتلال. الاحتلال يريد أن يضلل العالم بصورة ليست حقيقية، لوجه غير حقيقي عن الديمقراطية الإسرائيلية التي هي ديمقراطية في حدها الأعلى، هي ديمقراطية في حدود جزء من المواطنين الإسرائيليين
الإسرائيليين حتى ليسوا اليهود الشرقيين، حتى في جزء من محدد من اليهود في داخل دولة الاحتلال. الاحتلال يقوم على مقاومات تريد أن تغطي الحقائق وتطمس الحقائق، ولذلك ما تقوم به دولة الاحتلال هو محاولة للتغمية ومحاولة لعدم وصول العالم للحقائق في الأراضي المحتلة. كيف ترى الدكتور؟ طبعا يعني مع كل احترام لضيفك الكريم، لا علاقة بين ما جاوبك على سؤالك لما هو الأمر بالحقيقة. لو أراد هذا الإنسان أن يهتم بحقوق الإنسان فعلا، فكل معظم مواطني الدول الجوار يعانون من مشاكل كونية ولا يهتم بهؤلاء، بل يهتم في هذه الدولة التي منحته حق الدخول لمدة سنة. وإذا تكلمنا عن موضوع قانوني، فإنما ينتهي الفيزا تبعك مدة سنة، فيعني عليك المغادرة. إسرائيل لطالما تتغنى بالديمقراطية، يعني شخص مثل هذا مدير منظمة حقوق إنسان في نهاية الأمر، لماذا بسبب دوافع سياسية تقوم بخطوة كهذه؟ يعني المحكمة العليا تقرر طرده بعد 20 يوم. سؤالك جيد محاله. عندما تكلمنا بخصوص حقوق الإنسان، فالإنسان اليهودي في هذه الدولة له حقوقه. أيضا، فإذا يرى الإنسان اليهودي إنه كل ما يعمل هذا الإنسان في إطار حقوق الإنسان كما تزويرا بهتانا كما يقول، فكل ما يقوم به هو يعني يريد أن يضر في مصلحة إسرائيل سياسيا، مش مصلحة الإنسان الفلسطيني فقط. لأنه أقول لك أكثر من هيك، نتيجة نتشات البي دي إس اضطر مصنع سودا ستريم على سبيل المثل أن يبعد المصنع من منطقة الضفة الغربية إلى منطقة في عمق إسرائيل. يعني حركة بي دي إس ناجحة تؤثر على إسرائيل جزئيا فقط. هم موجودين في خيبة أمل، أرادوا أن يتحول للعالم أو يحل العالم إسرائيل دولة من يعني يبتعدون عنها، بينما إسرائيل تنجح في كل ما تقوم به من ستارت أبس ومن تكنولوجيا ومن تنظيف مياه ومن غاز ومن مشاريع شتى المشاريع. وتم أكثر من هيك، تم تقارب بين إسرائيل والدول العربية، كل ما تخططوا له باء بالفشل. ولكن أريد أن أتطرق فقط لسؤالك، هل هو نشاط حقوق الإنسان هذا التركيز في التحريض على الإنسان اليهودي في هذه الدولة من خلال يعني تزوير مزاعم فلسطينية، وهو كل ما في رأيي أو في نشاطه هو يعني الشتم ومقاطعة دولة إسرائيل بحد ذاتها؟ طيب دكتور أحمد، كيف ترد وأقول نشاطه يتعلق بدعم نشاطات بي دي إس؟ وصلت فكرة. هو هذا نوع من استمرار التضليل للمتحدثين باسم دولة الاحتلال، سواء صحفيين أو حكوميين أو حتى بعض قيادة الأحزاب. نحن في الحكومة الفلسطينية، في السلطة الوطنية الفلسطينية، Human Rights Watch قامت بتقديم تقرير عن الأداء الفلسطيني وحتى عن أداء بعض مكونات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. قدمت تقرير ونحن لم نطرد ممثلي هذه المنظمة من أراضينا، استقبلناهم، كتبوا تقريرهم. عندما كان لنا تعليق على هذا التقرير قدمنا تعليقنا. أنا هنا في على هذه الطاولة، عندما قدم تقرير من هذه المنظمة متعلق بأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحتى أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، شاركت بمناظرة، قدمت قراءتنا في مواجهة هذا التقرير. ولكننا نحترم قيام هذه المنظمة بالقيام بواجبها بالعمل في كل مكان على مستوى العالم. هناك قوانين دولية تحكم ذلك، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هناك قوانين كثيرة تحكم عمل هؤلاء المنظمات. بالتالي لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بذلك. لا يوجد مقارنة بين احترام السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين والحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لعمل المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان ودولة الاحتلال التي لا تريد أن يسمع العالم الحقيقة. الأخطر من ذلك، هم يريدون أن يمنعوا المقاومة الفلسطينية، يريدون أن ينزعوا كل مقومات الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أو العمل من أجل تحرير بلادهم. لا يريدون مقاومة مسلحة، لا يريدون مقاومة سلمية، لا يريدون مقاومة شعبية، لا يريدون منا العمل على مستوى الساحات الدولية، لا يريدون منا على مستوى مجلس الأمن، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأيضا يريدوا أن ينزعوا من المنظمات الدولية يعني أدواتها في التحقيق في جرائم الاحتلال أو في مراقبة
ضابط أداء جمال أمام الاحتلال، يريد أن يستسلم العالم بأكمله أمام طغوتهم وبطشهم وجبروتهم ضد الشعب الفلسطيني، يريد أن ينزعوا كل شيء، لا يريد العالم إلا أن يرى بعيون الاحتلال الإسرائيلية التي لن يقبل العالم أن يرى بها، لأنها عيون مضللة حاقدة تمارس الحقد والضلال ضد العالم ضد الشعب الفلسطيني. طب كيف ترد؟ وأقول الدوافع السياسية طرد منتهى البساطة. كان هذا هو النفاق برمته. يقول لك لماذا سجون السلطة وسجون إخوانهم في حماس مليئة بالصحفيين ومعارضة التي لا يرضيهم بعزبهم بسجنهم؟ نحن شو قمنا؟ قمنا بموجب القانون الدولي، انتهت مدة الفيزا اللي استلمها بإذن الحكومة الإسرائيلية، فهو المحكمة العليا قررت طرده بعد 20 يوم دكتور بيركو ليغادر الأراضي بسبب نشاطه. طرده أنا بقول لك حتى مصطلح طرده، عندما أزور أمريكا، أمريكا هي أم الديمقراطيات، عندما أزور أول إشي لازم أخذ فيزا لأمريكا، وعندما ينتهي دور الفيزا تبعي علي المغادرة، وإذا لم لا أغادر فهم حريين يكمشوني ويطردوني بأي وسيلة كانت. نحن لا نقوم بذلك، بل بالعكس سمحت له المؤسسات الحكومية الإسرائيلية أن يلتمس المحكمة، ويعني استمر ذلك سنة ونص فوق أو يعني فوق المدة اللي سمحت له، مما يدل إنه الديمقراطية فعلا هي مبالغة، وهذا استغلال يعني كبيح لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومة التي هذا الإنسان البشع يقوم بمكافحتها وبتسويد وشها، وهو حر على فكرة إذا أراد، إنما انتهت الفيزا تبعه يغادر ويستمر بشتم إسرائيل. منظمة حقوقية دكتور بيركو يديرها من أي منطقة؟ وقعت على اتفاقية حقوق إنسان، ليس كذلك؟ حر، أنا فاهم عليك. يعني هو ليس بصفة شخصية موجود. شوف إقامة الإنسان في دولتنا بصفة مهنية وليس شخصية، مهما كانت، هو مدير ليدير البي دي اس من أي مكان آخر، نحن مش واجبنا أن نتفق على بقائه فوق المدة القانونية التي أتيحت له. والبشع في هذا الموضوع هو أنه استغل مؤسسات الحكومة التي يكافح من أجل هدمها وتدميرها، يكافح من أجل، وهذا النموذج اللي أعطيته الإنسان اللي يقضي حاجته على باب دارك ويطلب منك بوقحته ورقة تواليت، هذا هو الوصف الحقيقة كما هي، ولا كل الحجج الفاضية عن أي موضوع. دكتور أحمد سند قانون يتعلق بعدم السماح بدخول أي من المشاركين أو حتى المؤيدين لهذه المنظمة. شوف، هذا القانون مخالف لكل الأسس والأعراف الدولية وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولاتفاقية جنيف ولميثاق الأمم المتحدة، مخالف لكل المواثيق الدولية. هذا ليس قانون، هذا ممارسة عدوانية صنت بنص وضع في إطار قانوني، وكل مؤسسات الاحتلالية تخدم هذه المقولة عندما يسمحوا بأن يذهب إلى محكمة العدل العليا أو يذهب للمحاكم الإسرائيلية. هم يريدوا فقط أن يشرعنوا إجراءاتهم التي متخذينها مسبقا، هم مخدين قرار بطرد الرجل، وكل ذلك من أجل، يعني إحنا بنسميه بالعامية سمعة المحل، يعني بيعملوا فقط إجراءات لإظهار بأنهم ديمقراطيين يسمحوا للذهاب للمحكمة، وكل ذلك في إطار شرعنة ممارساتهم. هو أيضا ليس كما يدعي يعني السيد بيركو في هذا الإطار يريد أن يهدم ويدمر دولة الاحتلال، هو رجل مهمته رفع كشف الحقائق، إظهار الحقائق للناس، وهي وظيفة يعني مهمة أقرتها كل المواثيق الدولية، هاي مهمته، مهمته ومسؤوليته الدولية أن يقوم بكشف الحقائق عن الممارسات الإسرائيلية. يعني كل ما قالوا فيما يتعلق بممارسات إسرائيلية لا يعني لا يصل إلى أي درجة من الاستناد لأي قانون لا محلي ولا دولي. شوف، أنا ردي لهذه الأقوال أن أستعمل ما قاله ضيفك الفاضل ولو قبل خمس دقائق. إسرائيل لا تقبل المقاومة المسلحة الفلسطينية، ولا تقبل النشاط ضدها في الدهاليز المحافل الدولية، ولا تقبل كل ما قاله في جملة واحدة شمل كل ما يقوم به هذا الإنسان. كل الأعمال العدوانية ضد إسرائيل شملها ضيفك الكريم في جملة واحدة. طبعا نحن لا نسمح أن ينشط أحد ضدنا
لا بالدهاليز الدولية ولا بالمقاومة المسلحة التي ضيفك الكريم يحلم بها من حين لآخر ويذكرها بين يعني بشتى الوسائل التي يعتبرها شرعية لقتل اليهود في دولتهم في دولة إسرائيل. هم يحتجون يريدون بكل وسيلة أن يهدموا ودليل دولة إسرائيل ودليل على ذلك استعماله في جملة واحدة كل هذه الوسائل العدوانية التي نحن نحاربها بكل شدة. نعم أذكر البند القانوني المهم في هذه الأسئلة من مكان إذا كان أي وزير أي رئيس دولة من مكان زرنا بإذن دولتنا وانتهت مدة مكوثه فنحن حريين نطلب منه بأدب أو بعد مسيرة قانونية التي فشل فيها أن يغادر بلادنا مش طردا قانونيا مع السلامة يا أخوي. بدك تكون بنشاط ضد إسرائيل مش من داخل دولتنا، بدك تكافح تعمل تحرض تكاتع انت حر مش من داخل دولة إسرائيل. نحن أصحاب البلاد ونحن نكرر من يقول هي ومن لا. يقول بأن إسرائيل تملك السيادة ويتقرر من يدخل ومن يخرج. وصلت الفكرة، تفضل دكتور أحمد. شوف أولا موضوع السيادة في لدولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، أولا على الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه لا أساس لها من الصحة. أولا القواعد الآمرة في القانون الدولي لا تجيز acquisition of land by force، لا يجوز، هذه واحدة من القواعد الآمرة في القانون الدولي، لا يحق لأي دولة أن تستولي على أراضي الغير بالقوة، وقد استولت دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بالقوة ومن القواعد الآمرة لا تسمح. من ذلك أسس السيادة غير قائمة وغير موجودة على الأراضي الفلسطينية. اثنين، الأمر لا يتعلق فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى في حدود الدول ذات السيادة منظمات حقوق الإنسان تنشأ بمكونين، منظمات حقوق إنسان مكانية محلية تخضع القوانين المحلية مرتبطة بالقوانين الدولية تعمل مستندة إلى الحقوق التي شرعتها ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتنشأ كأسس منظمات دولية تعمل على مستوى العالم. هذه المنظمات الدول التي تحترم نفسها وتدعي أنها دول ديمقراطية تفتح المجال وتفسح المجال لهذه الدول أن تقوم بعملها وبجيبها، لأن هذا جزء من مكون الكيان السياسي لأي دولة. الدولة التي لا يوجد لها جهاز رقابة على أداء هذه دولة سلطوية، هذه دولة تبطش بشعبها وبالشعوب الأخرى. العالم بنى هذه الأدوات حتى يحمي نفسه من العنف وحتى يحمي نفسه من الإرهاب وحتى يحمي الدولة من الضلال واستعمار شعوب أخرى واضطهادهم. المنظومة الدولية قامت على هذه الأسس، يريدوا أن يصنعوا منظومة دولية خاصة بهم بدولة الاحتلال. إذا كان كل منظومة العالم لا تناسبكم، لماذا أنتم جزء من الأمم المتحدة؟ لماذا أنتم جزء من المنظومة الدولية؟ اصنعوا شريعة غاب خاصة بكم. سؤال جيد جدا، لأنه معظم الدول التي تصوت أحيانا لأجل ما يسمى التزوير الفلسطيني هم دول اشتروها الفلسطينيين والدول العربية. اشترينا 139 دولة. ولكن هذه انتهت. الفلسطيني اشتروا 139 دولة. هذه انتهت المدة دي. ولكن يعني بدي أجاوبك على هذا السؤال. أول شيء نحن إذا قلت إن دولة إسرائيل منطقة محتلة فلنا جدال آخر. إسرائيل لها سيادة على أراضيها. فهي حرة تقول لمن من مكان زائر برخصة الدولة ذات السيادة أن يغادر لأنه مدته انتهت. هذا لا يتجدل عليه اثنين. هذه بنطاق أي قانون دولي كل من انتهت مدة فيزته الفيزا تبعه عليه أن ينصرف إلا إذا فاز بإذن من الحكومة المضيفة أن يضال. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني أنا لم أسمع أن دولة إسرائيل احتلت شيء من الفلسطينيين، لأنه لم تكن عمر عبر التاريخ دولة اسمها فلسطين. كان انتداب بريطاني اسمه فلسطين، ولكن أنتم مش قادرين حتى تعبروا خرف باء. ولذلك كمان هذا احتلينا أو حررنا، يرجع لنقاش آخر، من الأردن الضفة الغربية. فلسطين إيش هي؟ بدنا نقيمها يوما إذا بطلتوا تحلموا على الإرهاب. ولكن أنت لا تزال في هذه الطاولة تذكر المقاومة المسلحة كحلم اللي نحن لا نسمح به. نعم
لا نسمح به. ولكن هنا السؤال، إيش هي القوانين الدولية التي أنت تتمسك بها وكأنها يعني التوراة القرآن أو إشي إنجيل؟ شو القوانين الدولية؟ هل مش من حق دولة أن تدافع عن نفسها؟ هل مش من حق دولة أن تتمسك بقوانين اللي هي مقبولة في كافة أنحاء العالم؟ هل ما في مساكين في الدول العربية اللي بتعذبوا في سجون الدول العربية وزي هذا الإنسان إلى إسرائيل جكرا ويعني تحريدا لنا أو ضدنا ضد بقائنا؟ يعني لماذا علينا إذا فعلا اهتم هذا الإنسان بحقوق الإنسان؟ فهناك ملايين من المساكين في الدول العربية، لماذا ركز نشاطه التحريدي على دولة إسرائيل من داخل دولة إسرائيل؟ هو حر ينصرف لستين ألف داهية ويحرض على إسرائيل. يعني إسرائيل تتأثر من البي دي إس دكتور بيركو؟ إسرائيل تتأثر من البي دي إس، كل ما تقول يعني أنها متأثرة. شوف، وكيف يمكن أن تنجح البي دي إس إذا كانت إسرائيل محقة؟ حتى الدبابة مصلحة إذا ترمي عليها حجر تتأثر منه. نعم. يعني نحن مش نحن مركب طيب. كبير، ويعني نشاطنا الاقتصادي لا ينأزي من مقاطعة الفلسطينيين طيب. أو من التحرير. هذا شيء مبدئي فيما يتعلق بأنه لم يكن هناك شعب فلسطيني ودولة فلسطينية. أنا أريد أن لك أن المدن العريقة للمدن الفلسطينية والشعب الفلسطيني قبل التوراة بثمان ألاف عام، أريحة عمرها 10,000 عام. حان الوقت الإثبات. ما رأيتوا يابوسيين؟ ما رأيتوا كنعانيين؟ كرروا من أبوكم. التوراة في الزمن في قياسا للزمن للتاريخ، يعني التوراة حتى التوراة نفسها قياسا للزمن الحديث ليست يعني من العصور القديمة. العصر القديم هم يهتموا بالعصر الحديدي. لماذا العصر الحديدي؟ لأنه 1700-800 قبل الميلاد عصر ما يسمى بالهيكل الأول والهيكل الثاني. أما قبل ما ذلك 8,000 عام سبقت ذلك أريحة. 8,000 عام سبق شو كل الآثار وكل الآثار وكل الآثار بيها. إحنا شوف، واحد شامي جاي من الشام، واحد مصري من مصر، حتى شوي واحد يعني مغربي جاي من المغرب، واحد أفغاني جاي من أفغانستان. على الأقل على الأقل منين على الأقل جايين على الأقل على الأقل لسنا 116 قومية من شتات الدنيا جئنا إلى هذه الأرض. نحن تاريخيا 116 قومية قبيلة جاءت إلى هذه الأرض. 116 بموجب مصحف المقدس جاءت إلى هذه الأرض. لا ولا علاقة لهم ببني إسرائيل، لا علاقة لهم ببني إسرائيل. لذلك أقول لك أن المدن الفلسطينية مثل أريحة ومثل الخليل حتى عفرون اللي باع المغارة قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام مالك الأرض عفرون ولم يكن سيدنا إبراهيم مالك الأرض. لذلك الحثيين الذين هزموا رمسيس، لا يعقل أن قبيلة صغيرة في التاريخ تأخذ وزنا أكبر من الحثيين الذين هزموا فرعون. الحثيين والأدوميين والكنعانيين العرب الموجودين على هذه الأرض ونحن أحفاد هؤلاء. أما الذين يتحدث عنهم 116 قومية جاءت لهذه الأرض لا علاقة لهم لا ببني إسرائيل ولا بهذه الأرض. وكل الإثباتات التي جابها علماء الأثار الإسرائيليين ليس نحن أنفسنا. اذهب إلى جامعة تل أبيب، فرانكشتاين، هيرتزوغ، اللي بيعجبك أنفرشتاين، خذ بدك أنفرشتاين تعلم في مدرسته تتعلم التاريخ من مدرسة صهيونية وليس من مدرسة فلسطينية. تحدث عنهم اثنين الذي يتحدث انه ايش القانون الدولي؟ شو القانون الدولي؟ يعني مسخره بالنسبه له. قانون ما هي شريعه غار. قانون دولي في مكانه. القانون الدولي انه ليس مصحفا وليس قرانا ولا لا. القانون الدولي لا، انا قلت انه قانون الدوله الاسرائيليه اهم وقانون بقائنا اهم. هذا هو القانون الاسرائيلي يتناسب مع القانون الدولي. قانونه اهم لان قانونه يقوم على العنصريه ويقوم على الارهاب ويقوم على اضطهاد الاخر واحتداء احتلال الاراضي الغير. هو لا يريد قواعد آمرة تقول منع أي قوة احتلال أراضي الغير يعني بالقوة. موجب كلامك كل إنسان حر يدخل إلى إسرائيل ويقوم باللي بده إياه. قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ما بتعجبه قواعد آمرة القانون الدولي. يريد القانون الذي صنعه، قانون صنعته مؤسسة الاستعمارية. هاي المؤسسة الاستعمارية تجتمع المؤسسة الاستعمارية وتصنع قوانينها العدوانية ويريد للعالم أن تقره. أما العالم الذي وضع مجموعة قوانين لحماية نفسه من مثل هؤلاء
هؤلاء لا يريد أن يعترف به. دكتور بيركو تفضل. يعني من يسمع هذا الكلام وكأنه الحدود الدولية مفتوحة لكل مجرم سفك دماء مثل ما يحصل في الدول العربية. إذا كان قانونك اللي تتمسك به قانون صحيح لكان كل مجرمي العالم دخلوا إلى أي مكان تحت حجة حرية التنقل. هذا من جهة. من جهة ثانية لا إحنا مش ملزمين. فالجملة الأخيرة شوف نسمع من حين لآخر هذه الافتراءات اللي تتمسك بأساطير قرآنك يقول أن هذه الأرض لنا وعليك أن تحترم ذلك. القرآن قال عن هذه الأرض أنها مصر سيدنا محمد. اسم فلسطين كلام فادي. مصر سيدنا محمد ميناء الله الوحيد على الأرض والمرتبط وارثي الأرض بموجب قرآنك. العرب الفلسطينيين وارثي الأرض. أما أنتم جمهورية الخزر والذين هربوا من الاتحاد السوفيتي القديم ومن روسيا القديمة من الاضطهاد. يعني لم يتنبه الرسول بعودتنا. لم يتنبه. هربتم من الاضطهاد في في دولة القيصرية ثم في دولة الاتحاد السوفيتي إلى أوروبا وإلى العالم ثم انتشرتوا في كل العالم. ارجع للتاريخ جمهورية الخزر. ارجع للتاريخ الحقيقي. كيف جئتم إلى هذه الأرض كما تقول أنت. كما يقول القرآن الكريم. نعم. وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا. نعم. بس أعرف شو تفسيرها. أعرف شو تفسيرها. وشكرا موصول لك دكتور روفن بيركو الباحث المحلل السياسي الإسرائيلي. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء بإذن الله.